صباح الخير. طبعا اول مكان راح توصلوا فيه في اوتوا اذا جايين عن طريق الجو اللي هو مطار اوتوا الدولي، مطار اوتوا انترناشونال. صح هو صغير، في دوماستكس وانترناشونال، كثير فلايت بتيجي من الدوماستكس، معظمها او قليل منها بيجي انترناشونال، بيجي عندنا من لندن، من فرانكفورت، من يوروب، في كثير دول بتوصل لاوتوا. غير هيك لازم تعمل ترانزيت عن طريق فانكوفر، كالجاري او تورونتو. بس anyway، من احد اسهل الطرق انك تصل هو فانكوفر، مطار اوتوا، سوري، مطار سهل جدا وجميل. اول ما تطلع حورجيكوا هلا شو المنظر الحلو اللي راح تشوفوه. واهلا وسهلا فيكم في اوتوا، في اول خطوه ممكن توصلوا عليها في اوتوا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.